بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالمون تريدنج شانل في كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع المحاضرة رقم 14 تحت عنوان الطرق الثلاثة النازلة فيلينج 3 ميثودز. هذا النموذج نموذج استمراري وليس عاكس للاتجاه، ويعبر عن وقفة لالتقاط الأنفاس في الاتجاه الهابط للأسعار. هذه الوقفة تحدث بعد شمعة حمراء طويلة، وتتكون من ثلاث شمعات صغيرة خضراء ترتفع بالتوالي، وتكون جميعها فيما بين أعلى وأدنى سعر الشمعة الحمراء، أي أن هذه الشموع الثلاثة تقع كلها داخل مدى الشمعة الحمراء الطويلة، وعادة ما تكون هذه الشموع جميعها خضراء، ثم يلي ذلك شمعة طويلة حمراء تؤكد استمرار الاتجاه الهابط للأسعار، والذي كانت تسير عليه الأسعار في البداية وقبل هذه الوقفة الاستثنائية لالتقاط الأنفاس، حيث يهبط سعر الإقفال أدنى من كل الأسعار السابقة بهذا النمط، بمعنى أن إغلاق الشمعة الحمراء الأخيرة التي تأتي بعد هذه الشموع يكون أسفل من مستوى جميع إغلاقات الشموع السابقة لها في هذا النموذج. والآن مع الأمثلة التوضيحية على الشارت من فريم 1 دقيقة وحتى فريم 30 يوماً.
وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.